أحسن الله إليك. يقول السائل: هل قبول المعلم من تلميذه شريطا للتوزيع الخيري يعتبر من باب قبول الهدية؟ نعم، المعلم لا يقبل من تلميذه شيئا، لا قلما ولا شريطا ولا أي شيء، لأن هذا يعتبر من الرشوة ولو كان يسيرا، لأن المعلم مسؤول عن الطالب ويحكم عليه وفي تصحيح أوراقه، فإذا أهدى إليه الطالب فقد يميل معه، يصير محل تهمة. إذا بغى شريط يشتري يا أخي من التسجيلات، وش يبي بهدية الطالب؟ الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.